اهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامجكم همزة فصل. على مدار الساعة تقريبا كل يوم نتناول واحدا من أهم الموضوعات التي تكون أكثر طرحا وجدلا على الساحة، سواء الساحة المحلية أو الساحة الإقليمية أو ربما الساحة الدولية. المهم أن تناولنا لهذا الموضوع يكون من عدة جوانب، نستعرض الإيجابيات والسلبيات، نستعرض وجهات النظر، نتشاور نحن وإياكم والمتخصصين حول هذا الموضوع. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، تلك الذكرى العطرة التي تعيد علينا السيرة النبوية الشريفة، تذكرنا بمؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، تؤكد علينا وسطية الدين والمواقف الإسلامية الثابتة عبر التاريخ والتي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى كان لهذه الأمة هذا الكيان العظيم. بكل تأكيد هذا الموقف العظيم وتلك الذكرى العطرة دعت الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، دعته إلى دعوة علماء المسلمين إلى التوحد، إلى بث كل ما يثير دواعي الفتنة والكراهية بين الأمم والشعوب. ومن ثم هذا هو موضوع حلقة اليوم، وسؤال حلقة اليوم سيكون: كيف ترى مطالبة شيخ الأزهر علماء المسلمين بواجبهم نحو وقف خطاب الفتنة والكراهية؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. بكل تأكيد حضراتكم يمكنكم التواصل معنا وإبداء آرائكم وكافة وجهات النظر التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف السامي وتلك الوجهة. هذا التواصل يتسنى عبر عدة سبل، منها أرقام الهاتف وهي أي تليفون محمول 1435 وأي هاتف أرضي 0991 30. هناك أيضا همزة تواصل إي جي، مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم إبداء آرائكم من خلالها، وهي فيسبوك، تويتر، جوجل بلاس، سكايب، إنستجرام. كل هذه السبل وكل هذه الوسائل يمكنكم التواصل معنا من خلالها. مشاهدينا الكرام، حول موضوع حلقة اليوم وما طالب به شيخ الأزهر علماء المسلمين حول بث دواعي الفتنة والكراهية وتصحيح الخطاب الديني للمؤاخاة بين الشعوب، نتابع التقرير الثالث ثم نبدأ موضوع حلقة اليوم، فابقوا معنا. مع بداية عام هجري جديد تتجدد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ذلك الحدث التاريخي المبارك الذي شعت أنواره وعم خيره وجاء رحمة وسلاما للعالمين بما تضمن من قيم رسخت معها عقائد التوحيد والعبادة الخالصة لله تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويتزامن قدوم العام الهجري الجديد مع زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى سويسرا، حيث ترأس فضيلته الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب والتي انعقدت بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمية. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ألقى خلال جولة الحوار خطابا بعنوان مسؤولية رجال الدين في تحقيق السلام العالمية، أكد فيه ضرورة صنع السلام بين رجال الأديان أنفسهم وبينهم وبين المفكرين وأصحاب القرارات المصيرية قبل العمل على نشره بين البسطاء من الناس، مشددا على أن السلام لن يعم ولن تنعم به البشرية إن لم تعمل مؤسسات الأديان وقادتها يدا بيد على صنع السلام. وأعرب الطيب في كلمته عن حزنه الشديد أن باتت أصابع الاتهام كلها تتوجه إلى الأديان رامية إياها بتهمة صنع الإرهاب، لافتا إلى أن الإرهاب لا يفرق بين متدين وملحد أو بين مسلم وغير مسلم، غير أن المسلمين أكثر من يدفعون ثمن هذا الإرهاب من دمائهم. واستنكر فضيلته محاولات إفراد الإسلام بتهمة الإرهاب، مشددا على أن الإدانات والبيانات الصادرة من أهل الأديان لم تعد تكفي ضد عمليات العنف والإرهاب وخطابات الكراهية. مشاهدينا، تابعنا التقرير وما حث وحض عليه الشيخ الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر الأمة الإسلامية وعلماء المسلمين. أضاف أيضا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في مدينة عاصمة البحرين المنامة، أضاف في كلمته أن هناك من يجيدون اللعب على وتر الطائفية واستغلال العاطفة الدينية في الهيمنة والتسلط غير متورعين في انتهاج العنف طريقا لتحقيق مآربهم.
التي لا تقرها أخوة الدين ولا حقوق الجوار. بكل تأكيد هذا هو الهدف، هو التآخي والتوحد بين الأمة الإسلامية وشعوبها. مشاهدينا الكرام، دعونا نتعرف على أهم الآراء التي وصلتنا من حضراتكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، ونذهب إلى الزميلة عبير شوشة. إليك يا عبير، مساء الخير. مساء الخير محمد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم بخير. الكثير من التعليقات جاءت من أجل الإجابة على سؤال حلقة اليوم، وهي في معظمها إشادة بالرسالة التي وجهها الشيخ الطيب لعلماء الأمة الإسلامية من أجل التصدي لخطاب الفتنة والكراهية من خلال خطاب آخر يوضح ويشرح حقيقة الإسلام السامحة ليس فقط لغير المسلمين لكن للمسلمين أنفسهم أيضا. أقرأ التعليقات بالتفصيل. البداية مع أبو علي نصر: كل سنة وجميع الأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام وأمن ورخاء وازدهار. فنحن نرى خطاب فضيلة شيخ الأزهر بأنه خطاب بناء ومهم، جاء في وقت حرج لما تمر به الأمة والعالم أجمع، لأن جهل بعض الناس بأمور دينهم والفقر وعدم التعليم استغلته ما يسمى قوى الشر لتجنيد الإرهابيين. العالم أجمع يعلم من وراء زرع الإرهاب في عالمنا العربي والإسلامي. أمريكا هي من مول وزرع الإرهاب بدءا من أفغانستان حتى سوريا الآن، وإن شاء الله ستحصد ما تزرع، لأن زارع الشوك لا يسلم من أذاه. فيجب نشر تعاليم الإسلام السامح الذي يدعو إلى حب الآخرين والسماحة والوسطية، لأنه للأسف الشديد في السنين الماضية كان يوجد إهمال من الأوقاف في إدارة المساجد، فالكثير ممن لا شأن لهم بالخطاب الديني والأزهر اعتلوا المنابر وأفتوا من غير علم. فنتمنى تجديد الرقابة على المساجد، وأن يكون الإمام شخص خريج أزهر وتحت رقابة الأزهر الشريف. أما كواعب البرهمي: كل عام وأنتم وكل العالم بخير. كل عام وحدك بخير يا أستاذة كواعب. خطاب شيخ الأزهر وزياراته للدول الغير عربية ومحاولته التوصل إلى حلول لوقف نزيف الدماء في كل مكان جهد يثاب ويشكر عليه. كذلك توضيح للعالم غير العربي ما هي سماحة الإسلام وأنه دين تسامح وتآخي، تلك خطوة رائعة بكل المقاييس. أتمنى أن يتبعها ذلك إرسال بعثات من ذوي الكفاءة من رجال الأزهر الشريف وإنشاء مراكز دعوية بتلك البلدان. أما محمود مطلوب: كنت مبتئس قبل أن يخاطب الرئيس السيسي الأزهر ورجاله في قولته المشهورة لرجال الأزهر، أما الآن خطة الأزهر في التحرك في عواصم العالم المشهورة والشرح بكلمات مكتوبة بخبرة وحكمة لشرح الإسلام الوسطي السمح للعالم بأجمعه، وكيف أن الإسلام دين سلام بريء من القتلة والمخربين وتجار الحروب، وجميل أن يتبع جميع المشايخ فضيلة الإمام شيخ الأزهر، وأتمنى أن يحذو الإعلام أيضا حذو الأزهر. إذن أيضا للإعلام دور في هذه القضية. كانت هذه مجموعة أولى من تعليقاتكم، أما الآن فنذهب للشرح والتحليل من قبل المختصين وزميلي محمد سليمان، فإليك محمد. أشكرك عبير، وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه الآراء وهذه المداخلات. بكل تأكيد خطاب الفتنة والكراهية أصبح وسيلة في يد كل من يتآمرون على هذه الأمة وعلى وحدة الشعوب، وبكل تأكيد هؤلاء الأشخاص لا يعنيهم كيف تكون النتائج أو إلى أي شيء تصل هذه النتائج. وسطية الأزهر ووسطية الدين الإسلامي ودعوة الأزهر هي الاعتدال، وفي ذلك بكل تأكيد إعمال لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والتوسط. مشاهدينا الكرام، سنتعرف الآن على المزيد من نتائج وجدوى وآليات مطلب شيخ الأزهر الشريف من علماء الأمة الإسلامية ببث الخطب التي تمنع وتحد من خطاب الفتنة والكراهية من خلال المتخصصين والمشاركين معنا عبر الهاتف. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، والدكتور عبد العزيز النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ أحمد الخطيب المتخصص في شؤون الجامعات الدينية. نبدأ مع فضيلة الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر. يعني دكتور محمد، كل عام وأنت بخير. كيف ترى مطلب شيخ الأزهر من علماء المسلمين بمواجهة خطاب الفتنة والكراهية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت شيخك فضيلة الإمام الأكبر في البحرين، دعا علماء المسلمين للقيام بواجبهم في إنهاء بث خطاب الفتنة والكراهية،
وتحقيق الوئام والتآلف بين الشعوب. أن طبعا خطاب الفتنة والكراهية يكون ناتج عن هؤلاء الذين يدخلون أو يقحمون الأيديولوجيات والسياسات والمصالح الخاصة في أمور الدين. صحيح. وأول وأكثر ما مزق الدين ومزق الأمة هو مثل هذا الخطاب، خطاب الفتنة والكراهية، خطاب استخدام السياسة، استخدام الدين من أجل تحقيق المصالح والأغراض. وهذا هو أحط خلق يمكن أن يتسم به إنسان، أن يستخدم الدين ويتاجر به من أجل تحقيق أغراضه الشخصية. فضيلة الشيخ، هذه كانت أيسر السبل لهم لتحقيق أهدافهم بكل تأكيد يعني. نعم. فالذي ينظر إلى التاريخ ويجد أن الذي أدى إلى تمزق الأمة وتشرذمها شيعا وأحزابا وتفرقها في مسائل العقيدة وفي مسائل الأحكام وفي مسائل المصالح الاجتماعية وفي كافة المستويات هو إدخال السياسة من أجل تحقيق أو إدخال الدين من أجل تحقيق المصالح السياسية والأغراض الخاصة. نعم. ونقول أن الذي يقع في المعصية ربما يعلم أنه يعصي ويخشى الله ويطلب التوبة، أما هذا الذي يستخدم الدين في السياسة فهذا نزل بالدين إلى مجرد عملة يتاجر بها، فهو استخف بالدين وابتزل الدين لمصالحه. هو لا يعنيه الدين فضيلتك. ولا يعنيه الدين. نعم. فبالتالي هنا أهمية موقف علماء المسلمين من إنهاء هذا الخطاب، خطاب الفتنة والكراهية، وتحقيق الوئام والتآلف بين الشعوب، لأن أساس كل الأديان أولا هو الإيمان بإله واحد. صحيح. مفيش دين كافة الأديان تتفق على المبادئ العليا السامية. وأحد أركان الإسلام وشروط الإيمان عندنا أن أؤمن بما سبق الإسلام من كتب سماوية ومن أنبياء ومن أديان. ونحن كلنا يحفظ هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صدق الله العظيم. والآيات كثيرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إذن كل الآيات والقرآن وكل الأديان جاءت برسالة واحدة وبمبادئ واحدة وبحقيقة واحدة، إنما الاختلاف فقط في الأحكام وفي الشرائع التي تختلف بحسب الزمان والمكان والظروف في عبادة الله. فضيلة الدكتور محمد مهنا، أرجو أن تبقى معنا. نذهب الآن إلى الدكتور عبد العزيز النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. يعني دكتور عبد العزيز، بعد التحية، العارف أفضل من العابد عند الله سبحانه وتعالى، كيف يتسنى للمسلم البسيط معرفة أن هذا الخطاب هو خطاب فتنة وكراهية، بينما يجيد القائمون على مثل هذا النوع من الخطاب التلاعب بالمشاعر ومحاولة النفاذ إلى المخ ومحاولة استدرار عطف هؤلاء حتى يخدعوهم بما يقولون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وتحية لمعالي المستشار دكتور محمد مهنا وللسادة المشاهدين. ثانياً بس يعني تصويب بسيط، أنا لست عضوا لمجمع البحوث وإنما أنا مدير عام لمجمع البحوث الإسلامي. نعم. في الفرق بين الاثنين بس عشان الجماعة أعضاء المجمع. نعم يا فندم، فضل. بالنسبة للقضية التي ذكرتها حضرتك وهي قضية الخطاب الديني الذي يدعو إلى الكراهية وكيف نميز بين الخطاب، في البداية أقول أننا عندما نتحدث عن لغة الخطاب فلابد أن تكون هذه اللغة المقصود بها ليس علماء الدين وفقط، وإنما ينبغي أن يكون المقصود بها جميع كل من يخاطب
ان سواء كان الخطاب سياسي، خطاب سياسي قد يدعو الى القرائي، او يكون خطاب اعلامي، الخطاب الاعلامي قد يدعو الى الكراهيه، او يكون خطاب ديني، والمقصود بالخطاب الديني الدين الاسلامي او المسيح. وهذا هو ما اوضحه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر عندما قال حمل المسؤوليه كامله لعلماء الدين الاسلامي وعلماء الدين المسيحي. لان لا ينبغي، احنا كل ما بنتكلم عن تطوير الخطاب كأن الخطاب الديني الإسلامي فقط هو الذي يحتاج إلى تطوير، لكن كل ما يطلق عليه خطاب سواء ديني أو إعلامي أو سياسي أو اجتماعي أيا كان يدعو إلى الكراهية ينبغي من مراجعة هذا الخطاب. فضلتك الخطاب السياسي هو معني ومقصود، وربما لا تكون هناك قدرة بالتحكم فيه، فهو سياسات دول وأجندات لدول وتوجهات لمصالحها. ولكن على صعيد الخطاب كما ذكرت سيادتكم، الخطاب في المدارس، الخطاب في الجامعات، الخطاب في الإعلام، الخطاب في المنابر الدينية بمختلف الكتب السماوية والديانات، هذا الخطاب كيف يتعرف الشخص منه على أن هذا الخطاب هو خطاب فتنة، خطاب كراهية، وهو بكل تأكيد يستمع تابعا؟ تفضل. نعم، حضرتك الأساسة في بعض الدول يتحكمون في توجيه الخطاب، فإذا ما كان الخطاب السياسي يدعو إلى الكراهية فإن الإعلام، بعض وسائل الإعلام ستكون يعني تدعو أيضا إلى الكراهية في هذه البلد، وكذلك بعض رجال الدين ربما أنهم ينحازوا إلى هذا الطريق. صحيح. لذلك نحن فضيلة الإمام الأكبر عندما ذهب ويذهب إلى دول العالم، إلى فرنسا وإلى إسبانيا وإلى البحرين وإلى هذه الدول، هو يذهب لكي يحمل دول العالم كلها قاطبة، لأن ليس هناك دولة دون دولة. الإرهاب النهاردة اسمه الإرهاب الدولي، الإرهاب العالمي، ما عادش في دولة النهاردة بس الإرهاب منحصر فيها أو التصرف بالفكر منحصر فيها. الإرهاب يطول كل مكان في العالم، وبالتالي لتغير الخطاب العالمي في جميع دول العالم، ويدعو إلى المحبة، يدعو إلى السلام، إلى غرس القيم التي تدعو إلى قبول الآخر، ثقافة السلم والأمن والأمن. كل ما يدعو بقى إلى الخطاء وإلى الكراهية وإلى الفتنة، كل هذه اللغات التي يعني نسمعها، لابد أن نعلم أن المقصود منها هو الوقيعة بين أبناء الوطن، الوقيعة بين أبناء الدين الواحد، الوقيعة بين الدين الإسلامي والدين المسيحي، وإثارة الفتنة. كل هذه الأمور تكون واضحة جدا من لغة الخطاب. فننظر إلى أولا من يوجه هذا الخطاب، ثانيا إلى مضمون هذا الخطاب، وبالتالي نستطيع أن نميز هل هذا الخطاب المقصود به الإصلاح أم المقصود به الإفساد. صحيح، الهدف والمصلحة بكل تأكيد. يعني دكتور عبد العزيز، أرجو أن تبقى معنا. نذهب الآن إلى الأستاذ أحمد الخطيب المتخصص في شؤون الجماعات الدينية. أستاذ أحمد، كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. وكيف، دعني أسألك، كيف سيحقق تحقق مطلب فضيلة الشيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب هذا التآخي بين الشعوب إذا كانت هناك اختلافات في مصالح بعض الشعوب؟ مساء الخير محمد، تحياتي ليك. تحياتنا، كل عام وانتم بخير. انا في تقديري ان دولات الازهر في الخارج والدولات الكثيره ليس لها اي داعي، لانها لا تتحرك من قاعده اصيله، وهي ان يجدد الازهر الخطاب الديني المطلوب تجديده في الداخل. نحن نرى نحن مصر تعيش أزمة تكفيرية كبيرة جدا منذ 3 سنوات، إن لم يكن منذ 5 سنوات. الأزهر يقف محل السر، لا يتحرك قيد عمولة. سيدي، هناك تجديد بالفعل في الخطاب، وهناك كانت دعوة أستاذ أحمد، كانت هناك دعوة لتوحيد الخطاب الديني، وكثيرا ما نجد أن هناك دعوات في الأزهر على بث دواعي الفتنة والكراهية وتأكيد على وحدة الأمة الإسلامية. ولكن أنت تعلم والجميع أن هناك هجمة شرسة على الأزهر لمحاولة النيل من الدين الإسلامي وتشويه حقيقة هذا الدين. إذن كيف يتسنى للإنسان بسيط هو غير متمعن أو دارس أو باحث في أمور الدين أن يتفهم ويستنتج أن لغة من يخاطبه هي داعية إلى فتنة بين أهل الأديان أو بين الشعوب؟
على مستوى مثلا الإعلام، التعليم، ما إلى ذلك؟ نيلي من الإسلام شيء والأزهر شيء آخر. الأزهر مؤسسة تنتقد بإسلام أي مؤسسة في الدولة. لا يوجد دولة خلطة بين الأزهر والإسلام. الأزهر مؤسسة لديه له ما عليه، له ما له عليه ما عليه. الأزهر لديه أخطاء كثيرة جدا، وهذا ليس عيبا، وهذا هذا من قبيل النقد الذات، ليس من أجل الانتقاص من الأزهر أو قائمي على الأزهر. لديهم أخطاء كثيرة جدا، وأنا ذكرت لك قبل قليل أن عدم بلوغ. نعم معنا طيب أستاذ أحمد خطيب، معنا الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، يعني دكتور محمد الأستاذ أحمد الخطيب المتخصص في شؤون الجماعات الدينية، يوجه بعض جوانب أو بعض يوضح بعض الجوانب أو السلبيات في الأزهر. ما هو ردكم على هذه السلبيات؟ والله يعني كما قال البعض، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الماء طعم وينكر الفم طعم الماء من سقم. يعني الأزهر الشريف هناك في يقول لك الأزهر شيء والإسلام شيء، الشخص فلان شيء والإسلام شيء، لا شك. ولكن هناك بعد آخر ربما لا يفهمه الكثير، القيم والمبادئ لا توجد مجردة، الإسلام لا يوجد بلا مسلم، والإيمان لا يوجد بلا مؤمن، والصدق لا يوجد بلا صادق، والكرم لا يوجد بلا كريم. هذه المبادئ، مبادئ الدين، يجسدها أناس ورموز للدين. فإن أردت أن تهدم الدين فاعمد إلى رموز الدين وإلى هدم رموز الدين. وهذا هو المستهدف. وهذا سواء كان مؤسسات، سواء كان أشخاص، سواء كان علماء. هذا الذي يأتي مثلا أتى بالبخاري ومسلم، ويأتي بالصحابة، ويأتي برموز الدين على مدى التاريخ ليهدم فيها في الإعلام على شاشات الإعلام، أو هذا الذي يهدم في مؤسسات الأزهر، أو هذا الذي يهدم في رموز الأزهر ومشايخه وعلمائه، هذا البعد الأخطر فيه هو أنه هدم للدين. التشكيك في الوقت الذي نرى فيه شيخ الأزهر، وشيخ الأزهر وهو يجوب العالم من شرقه إلى غربه، ونرى هذا الاستقبال التاريخي في كل مكان للأزهر الشريف، ونرى هذا اللجوء والاستغاثة من قيادات العالم وسياسيه ومفكريه وزعمائه الدينيين والسياسيين، وتعلقهم بالأزهر الشريف وبشيخ الأزهر وبعلم الأزهر ورجال الأزهر، وهذه الوفود التي تأتي بالآلاف. صحيح، وهذا مرأة وعلى مسمع من الجميع بكل تأكيد. نعم. يعني نعم. وهذه الكلمات التي تجد وقعها من فضيلة الإمام في العالم كله، وهذا الإقبال في هذا الوقت، نقول الأزهر والأزهر والأزهر. الأزهر هو الذي صنع هذه الوسطية العالمية. علم الأزهر ومناهج الأزهر وعلماء الأزهر هم الذين صنعوا هذه المرجعية التاريخية والريادة العالمية التي جعلت من الأزهر مرجع عالمي في الدين وفي الفكر وفي الثقافة. فيعني نرجو ونحن نرى جهود الأزهر. نعم. على المستوى التعليم، على المستوى الدعوة. صحيح. على المستوى الإعلامي. صحيح. دكتور، على المستوى العلاقات الخارجية. صحيح. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون. صحيح يا دكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التعقيب وعلى هذه المشاركة. وعودة إلى الأستاذ أحمد الخطيب متخصص في شؤون الجماعات الدينية. يعني أستاذ أحمد، نحن عشنا على ثوابت وعلى عقائد وعلى كل شروح الأزهر وكل مناحي الكتب الأزهرية وعلماء الدين على مدار وعلى عبر عشرات السنوات. ألا ترى أن اليوم الأزهر تحديدا وعلماء المسلمين يتخذون وسيلة لتحقيق الهجمة أو النيل من الإسلام، وهذا من ثم ما ترتب عليه اتهامات توجه إلى الأزهر أو إلى علمائه؟ أنا كما قلت لك آنفا، هناك فرق بين الإسلام وبين الأزهر. الأزهر مؤسسة يقوم عليها أشخاص عليه الكثير من الملاحظات، يعني ملاحظات لا أريد الخوض فيها. هم ليسوا مقدسين، ليسوا بخاري وليس مسلم وليس علماء المسلمين الكبار الذي أشار عليهم، ولكنهم أستاذ أحمد صاروا على نهج السلف وصاروا على نهج الأولين والثوابت التي أكد عليها الدكتور محمد.
يعني ما هو النهج الذي ساروا عليه؟ يعني انا لا اريد ان اتحدث عن ان اخوض في ملاحظات عن الازهر. نعم نعم، حتى لا نخرج عن الموضوع دعنا نتعرف على كيفية مواجهة خطاب الفتنة والكراهية ومحاولة الحد من تأثيره. أيوة، خطاب الفتنة والكراهية يجب أن يعني أن يعمل الأزهر تجديد الخطاب الديني. نعم، هذا أولا، ألا يقطع الأزهر. الأزهر في جولته الأخيرة هو يصلح أو يصلح من أخطائه التي وقع هو فيها. هو متهم، الأزهر متهم. نعم نعم دكتور، دكتور أحمد، نحن لسنا بصدد توجيه الاتهام أو النظر إلى السلبيات، ولكن كنا نبحث عن التأثير عموما. الدكتور أحمد الخطيب المتخصص في شؤون الجماعات الدينية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه المشاركة وهذا التوضيح، وأرجو أن تبقى معنا حتى نعود مرة أخرى لنستوضح الكثير من دعوة شيخ الأزهر ومطالبه العلماء المسلمين. مشاهدينا الكرام، الآن جاء دور التعرف على رأي المواطن ورأي الشارع المصري في دعوة الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعلماء المسلمين بمواجهة خطاب الفتنة والكراهية، فابقوا معنا. الشعب المصري شعب طيب، والشعب المسيحي تبقى ايد واحده ويهدي ويبلغ للعلماء المصريين الائمه والعلماء انه يخلي بالنسبه للارهاب ويوعيهم وبالدين والاسلام، يوعي الشعب المصري والمسيحي. وكل سنه وانتم طيبين يا فندم. همسه عتاب كده في اذن كل واحد ان نبتدي العام الهجري الجديد كده كلنا نهاجر الى الله ورسوله، ونبدأ صفحة جديدة مع نفسنا، وكل واحد يقف وقفة مع نفسه كده يشوف ما عليه وما له. وأتمنى من ربنا إن شاء الله يكون عن سلام على كل أمة إسلام بإذن الله. إحنا نشكر ربنا الحمد لله. أنا كراجل مسيحي أقدر أقول إن مفيش في مصر فتنة ولا في اضطهاد في البلد. بتمنى إن الشعب المصري يكون ليه فكر جديد، ويكون إن الخطابة اللي بتتم أمام المسلمين يكون بعيد عن الفكر الطائفي، وتخلي فكر الناس كله في توحد، علشان الفكر الطائفي دايما بيدعو الى الناس للتطرف للعدوانيه على الحاجات دي، لكن الناس عمرها ما تعيش في الدنيا دي الا بالسلام. صوره الاسلام الصحيح ان احنا مش ارهاب، ان احنا مش تطرف، مش تزمت، احنا عايشين حياه وسطيه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا، ان احنا امه وسطيه، لا بين التشدد ولا بين التعصب. احنا امه ماشيين في منهج معين. يا ريت ان العالم كله يعرف المنهج بتاعنا عشان ما يتهمناش بالتطرف والارهاب. عايزين يبقى في لمؤاخذه، يعني كل الناس تخاف عن بعضيها، يبقى في امان، الواحد يبقى ماشي كده، يبقى لمؤاخذه معلش، يبقى حاطط ان في امل في حاجه كويسه، ما يبقاش في خوف، ما يبقاش ماشي وهو خايف، يبقى ماشي مطمئن، يبقى حاسس يعني بالامان. احنا عايزين خطابات جميله تأثر في الشعب المصري وتأثر في الشباب، تعرفهم الدين بتاعهم ايه، وما يبقاش فيه فتن طائفية، وان شاء الله مش هيحصل الكلام دوت. احنا هنا شعب مصري كلنا قلب واحد، راجل واحد، ناس عظماء المصريين طول عمرهم الى يوم الدين، وربنا يحفظ مصر وشعب مصر جميعا، وكل سنة طيبين. مكانة مصر ووعي المصريين هو ما تعول عليه الأمة بأكملها، ومن ثم هذا هو الشعب المصري، وهذه هي الوحدة والرابطة بين المصريين سواء كانوا منهم مسلمون أو مسيحيون. بكل تأكيد وحدة المصريين وترابط المصريين هو مثال تحتذي به الأمة العربية بأكملها والأمة الإسلامية وكافة شعوب العالم، ولكننا اليوم بصدد بحث كيف يستطيع علماء المسلمين في شتى بقاع الأرض العمل حتى تصل الروابط والوحدة بين شعوبهم ومختلف الشعوب الأخرى كما هو الحال بين المصريين. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نرجع إلى المداخلات الهاتفية مع ضيوفنا، وسيكون معنا انضم إلينا الأستاذ أحمد عطاء الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية. يعني أستاذ أحمد كل عام وأنت بخير. بعد التحية
بكل تأكيد هناك وسائل وهناك أساليب منطقية إلى حد ما في ظاهرها تبدو حقا ولكنها يراد بها الباطل، يتلاعب بها الجماعات وتلاعب بها المغرضون حتى يؤثرون على روح المتلقي، فتحدث الفتنة، تحدث الكراهية بين أهل الدين الواحد وبين شعب الوطن الواحد. كيف نستطيع تفادي مثل هذه الأساليب؟ كل سنة وحضرتك بخير وعام هجري مبارك وسعيد على كل الأمة الإسلامية. بداية هناك خطة ممنهجة لتصدير الجماعات المسلحة والفكر التكفير منذ بداية السبعينيات وحتى الآن. هذا التصدير للجماعات التكفيرية بكافة مسمياتها وأدوارها المختلفة نالت من الإسلام ونالت من دور الإسلام الوسط السمح، وهذا يأتي مبادرة الأزهر وشيخ الأزهر في توجيه الإسلام الوسطي وتوضيح كافة المعالم والمفاهيم الخاطئة التي تبناها بعض الجماعات التكفيرية التي تتصدر منطقة الشرق الأوسط، بل خرجت عن نطاق الشرق الأوسط وتحركت داخل منطقة الاتحاد الأوروبي وأساءت للإسلام بشكل أو بآخر، وتم توظيف هذا الفكر في إطار مسلح لاستهداف واستقرار الجانب الإنساني أي كان موطنه سواء كان في أوروبا أو في منطقة الشرق الأوسط. صحيح صحيح. وهنا لابد أن يكون هناك خطة ممنهجة ومنظمة في إطار علمي وفي إطار فقه دعوي وسطي يتبناها الأزهر، لابد أن تساهم فيها ليس الأزهر ولكن لابد أن ينال الأزهر وعلمائه وفقهائه من خلال منهج وسطي يتصدر كافة وسائل الاتصال نعم العالمي. تمام. إذن أستاذ أحمد عطل باحث متخصص في الحركات الإسلامية، أنت تعول على علماء الأزهر في القيام بمثل هذا الدور على مستوى الإقليم وعلى مستوى الشرق الأوسط بشكل عام ومن ثم إلى دول العالم. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد عطا الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية على هذه المداخلة. وعودة أخيرة إلى الدكتور عبد العزيز نجار مدير عام مجمع مدير العام بمجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبد العزيز الوقت يداهمنا، ولكن قبل أن ننتهي من هذه المداخلة أرجو أن أستفيد منكم بالآليات التي يجب أن يتبعها علماء المسلمين في مواجهة خطاب الفتنة والكراهية. دكتور عبد العزيز، يبدو أن الاتصال انقطع من المصدر. عموما نوجه التحية للدكتور عبد العزيز النجار مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية، نشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك قبل الفاصل. مشاهدينا الكرام، كان ملخص الحلقة هو أن الأزهر الشريف وعلماء الأزهر الشريف هم أهل الثقة وهم القائمين على محاولة التقريب والإخاء بين الأمم والشعوب، ومن ثم عليهم الدور الأكبر في مواجهة خطاب الفتنة والكراهية. وصلنا الآن مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية من برنامج همزة وسط، وهي حقيقة خبر، والتي نواجه فيها سيل الشائعات التي توجه إلى العقول للنيل من تنمية مصر ووعي المصريين. ابقوا معنا بعد الفاصل نبدأ هذه الفقرة. عدنا إليكم معنا الخبر الأول مشاهدينا الكرام، وهو حول وزارة التعليم. حقيقة خبر تقول أن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية والخاصة، هذا الخبر تناثر بين وسائل الإعلام، ولكن دعونا نتعرف على حقيقة هذا الخبر من مصدره المسؤول والرسمي. وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد حجازي المستشار الإعلامي بوزارة التعليم العالي. يعني أستاذ محمد، بعد التحية، إلى أي مدى صحة هذا الخبر أن هناك زيادة في مصروفات الجامعات، ونحن نعلم أن هناك زيادة دورية سنوية هي بقيمة 5% تقريبا؟ أرجو تصحيح المعلومة. في البداية أنا بحيي السادة المشاهدين، وبالنسبة للمعلومة اللي حضرتك قلتها دي غير صحيحة بالمرة. دي شائعة طالعة بقالها فترة، وإحنا بنواجه كوزارة تعليم عالي كل من حين لآخر بعض الشائعات
كان اخرها موضوع زياده المصروفات الخاصه بالطلبه، ده غير صحيح بالمره. بالنسبه للجامعات الحكوميه المصروفات كما هي لا زياده فيها، اما بالنسبه للجامعات الخاصه فالزياده هي الزياده المقرره ومنذ سنوات، وهي 5% زياده على المصروفات المقابله للمصروفات العام الماضي. يعني الزياده الثابته اللي هي الطلبه اعتادوا عليها بالفعل الزياده السنويه الثابته، ولكن ليست هناك من حق اي جامعه خاصه مضاعفه او زياده مصروفات غير مبرره خارج هذه الزياده. مظبوط يا فندم، وده يعني قرار من مجلس اعلى الجامعات برئاسه معالي الوزير، وإلزام الجامعات الخاصة بعدم الزيادة فوق 5% من قيمة المصروفات المقررة، وده إلزام على جميع الجامعات. تمام. الأستاذ أحمد محمد حجازي مستشار التعليم العالي، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وتأكيد أنه ليست هناك أي زيادة في مصروفات الجامعات الخاصة تحديدا والجامعات الحكومية كما هي وكما كان الوضع. مشاهدينا الكرام، قبل أن أترككم دعوني أعرض عليكم سؤال حلقة الغد، وهو كيف تسهم التبرعات في دعم مشروعات التطوير الحضاري. نشكركم بكل تأكيد في نهاية حلقة اليوم برنامج همزة وسط على المشاركات وعلى المداخلات وعلى إثراء الحلقة بهذه التساؤلات والمقترحات، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله.